شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا صباح اليوم الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني. جاء ذلك بحضور سعادة وزير التربية والتعليم وسعادة النائب العام ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة وزير الشباب والرياضة. وفي بداية الاحتفال ألقى معالي وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة كلمة بهذه المناسبة. يسعدني أن نلتقي بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، والذي نستذكر فيه بكل فخر واعتزاز مسيرة النهضة المباركة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من اهتمام بإطلاق العديد من البرامج الإنسانية والمبادرات المجتمعية التي تهدف للاهتمام بالمواطن ورعايته، ومنها الشراكة المجتمعية التي أصبحت واقعاً في نهجنا الأمني القائم على مواكبة التطوير والتحديد تنفيذاً للرؤى الإنسانية السامية. حضور الكريم، ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، والتي تشكل إطاراً وطنياً عاماً لتعزيز قيم الولاء والانتماء، فإنه يسعدني إطلاعكم بأنه قد تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة تم إنجاز جزء كبير منها بالرغم من تحديات الجائحة الصحية، وأنني أجدها مناسبة طيبة ولا شك ليعرب عن شكري وتقديري لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة المتابعة وكافة الشركاء من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة. والشكر موصول كذلك لأعضاء المكتب التنفيذي وكل من ساهم في نجاح وتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطن. الحضور الكريم، إن بناء مستقبلنا الوطني مرهون بمدى تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا، وإنما يدفعني للحديث في هذا الموضوع هو ما واجهناه من تحديات أمنية استهدفت تماسكنا المجتمعي، الأمر الذي يفرض علينا العمل على تحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس يعزز سلامة الوطن وأمنه، آملين أن نهيئ لأبنائنا بيئة وطنية جامعة محافظة على ثوابتها وتقاليدها، وجبهة وطنية متماسكة نعمل من خلالها بعون الله على تحقيق التطلعات والأهداف التنموية الكبرى، ولتكن هويتنا الوطنية ليست مجرد شعار بل انتماء وعطاء. وإن عصر الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات يتيح لنا فرصة عصرية لنشر ثقافتنا وتقاليدنا وتعزيز هويتنا الوطنية عالميا، وذلك من خلال حضورنا في فضاء العالم الافتراضي، وإن حدودنا الإلكترونية في هذا الأفق يحددها حجم مشاركتنا ونشاطنا الإلكتروني الوطني، وذلك من أجل حماية الهوية البحرينية في العالم الافتراضي. فإن الأمر يتطلب صياغة رؤية مستقبلية وتنفيذ مبادرات تفاعلية وبرامج مؤثرة في إطار المسؤولية المجتمعية
وتعزيز المنظومة الوطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء. الحضور الكريم، إن البرامج الإنسانية التي تنفذها وزارة الداخلية بمنهج حضاري ومجتمعي تشكل محوراً أساسياً في تجسيد الانتماء وترسيخ قيم المواطنة من خلال دورها في تحقيق حماية المجتمع وتحصينه. ومن هذا المنطلق، فإن المشروع الوطني والحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة أصبح واقعاً مجتمعياً مشرفاً، ويشاركنا اليوم عدد من المستفيدين من هذا البرنامج الوطني الاجتماعي الإنساني، حيث أن التزامه بتنفيذ البرنامج ساهم ولا شك في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه. وفي الختام، فإن هذه البرامج والمبادرات المجتمعية انعكست نتائجها على تعزيز قيم الولاء والانتماء وزادت قوة وتأثيرا في وقت تتقدم فيه بلادنا ولله الحمد والشكر بروح وطنية مخلصة نحو بناء مستقبلها الزاهر بتكاتف الجميع. أسأل الله أن يحفظ أمن واستقرار البحرين في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بدأت جلسة حوارية تتضمن عروضا موجزة حول أبرز ما حققته الخطة الوطنية منذ انطلاقها في 26 من مارس 2019 إثر إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، بعدما كانت مبادرة وطنية أطلقها معالي وزير الداخلية، حيث استطاعت بحريننا خلال السنوات الثلاث الماضية تفعيل وتنفيذ 85% من مبادراتها التي تزيد عن 100 رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وصى تقدير للتجاوب الفاعل الذي تبديه الجهات المعنية بالتنفيذ والمرونة التي يتسم بها الأداء وما يتطلبه ذلك من رؤية موضوعية للظروف المستجدة ومواجهة التحديات بكفاءة وفعالية. بعدها كرم معالي الوزير عددا من مؤسسات القطاع الخاص الداعمة لعمل الخطة تقديرا لشراكتهم الوطنية في تنفيذ المبادرات من منطلق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والتفاعل مع الخطة ومبادراتها وما تتطلبه من عمل مجتمعي متكامل، معبرا معاليه عن شكره للجهات الرسمية والأهلية على دعمهم وما يبدونه من تعاون وحس وطني رفيع للمضي قدما في تنفيذ الخطة. كما أعرب معاليه عن تقديره للإعلاميين وكتاب مقالات الرأي على تفاعلهم ومشاعرهم الوطنية التي عبروا عنها ما كان له الأثر الإيجابي في تفعيل مبادرات الخطة الوطنية، والشكر موصول لكل من سعى وبادر من مؤسسات وأفراد للمشاركة في هذا العمل الوطني المتميز، متمنيا معاليه للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن. الجميع فخور بأنه يكون ساعد وسرع في عملية وتيرة الإنجاز. هيئة معلومات الحكومة الإلكترونية طبعا فخورة بأن هي تكون جزء من هذا البرنامج. احنا اليوم عندنا عدد من المبادرات، حوالي 6 مبادرات، أهمها منصة خبراء اللي تم تدشينها جاهزة إن شاء الله للإطلاق خلال الأسبوع القادم. هذه المنصة راح تسجل خبراء البحرينيين وتدعمهم وتدعم افتخارهم بخبراتهم ومساهمتهم في بناء المجتمع. هذه الخطة في المدى الزمني القصير لمدة 3 سنوات وما واجهته من تحديات أبرزها تحديات جائحة كورونا، إلا أن أهدافها الوطنية دفعت لإنجازات نوعية وإنجازات كبيرة وكثيرة وعميقة في تأثيرها في المجتمع البحريني. كوزارة التربية والتعليم عندنا مجموعة من هذه المبادرات التي نهدف منها طبعا أن يكون المتعلم البحريني يمتلك من سمات الانتماء والولاء، الانتماء لهذا الوطن والولاء لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وأيضا يكون عندنا طبعا تمثل لهذه القيم الوطنية سواء كان على مستوى طبعا القيم التسامح والتعايش.
اليوم لنا الشرف ان احنا نكون متواجدين في خدمة البحرين في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بتأصيل هذه القيم، وكيف ممكن ان احنا نتأكد من ان السلوكيات الناتجة من جميع المواطنين المقيمين وكل الأشخاص شلون هي ملتزمة ومرتبطة بقيم البحرين الأصيلة. طبعا مشاركتنا في الشراكة الاجتماعية في البحرين مشاركة إن شاء الله بإذن الله دائما تكون فعالة. التعامل الذي يتم على هذه المشاركة يتم على أعلى المستويات بقيادة كبيرة من وزارة الداخلية. معالي الشيخ راشد ولله الحمد دائما له توجهات في هذا المجال. مشاركتنا في السي سي كانت عن طريق برنامج كفو. أظهر برنامج كفو جميع الكفاءات الموجودة في مملكة البحرين ومدى تعايشها واستثماراتها في مملكة البحرين. عندنا كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفتخر اليوم نحن نكون موجودين معاكم نمثل في 3 مبادرات منبثقة من الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني. 3 مشاريع اللي نتكلم عنها، في مشروع هو التشبيك مع خلينا نقول المنظمات الأهلية، هي استفادة من كل الخبرات وأيضا خلينا نقول موارد متوفرة ما بين هذه المنظمات. أيضا المبادرة الثانية اللي نتكلم عنها اللي هي من أجلكم، وهي ركزنا فيها على المواطن البحريني اللي يعمل في المهن ذات الخطورة العالية، نقدرهم ونعطيهم تقديرهم وأيضا نكرمهم في هالموضوع. أما المبادرة الثالثة اللي بتكلم عنها شوية أكثر اللي هي مبادرة اللي احنا سميناها المنصة الوطنية لخبراء البحرين، سجل الخبراء أو خبراء. المنتدى الحواري اليوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني كانت فرصة لجميع الجهات المشاركة بحيث أنها تستعرض الإنجازات اللي سوتها خلال الفترة السابقة، وأيضا أوجه التعاون اللي ممكن نحصلها مع الجهات الثانية في تطوير البرامج. وإحنا في برنامج معا قاعدين ناخذ الأفكار اللي ممكن نحن نطبقها كدروس للطلبة بحيث نعزز فيها القيم والثوابت الوطنية اللي تخدمنا حق نبرزها كإنجاز في السنوات القادمة. كانت لي مداخلة فيما يتعلق باستعراض أهم إنجازات ومبادرات وزارة شؤون الإعلام في الخطة الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء، وتناولت في هذا المحور دور وزارة شؤون الإعلام وما قدمته من مبادرات ومن برامج تلفزيونية وإذاعية، وأيضا ما هي التغطيات اللي سوتها ودورها الأساسي في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الناس. وجودنا كمؤسسة بحرين تراست معنيين بتدريس الطلبة، وخصوصا نحن معنيين بتخصيص منهج كامل ضمن المشروعات اللي عندنا، منهج اسمه من أنا أو مشروع اسمه من أنا. فوجودنا في هذا المجال أتاح لنا فرصة للاطلاع على دور المؤسسات والوزارات اللي موجودة في المجتمع البحريني وشلون هي قاعدة ترسخ قيم مبادرة بحريننا.